فتح تميم المحامي ونقد تم كثيرا بالامور العامه والشان العام، يعني بمناسبه قانون السلطه القضائيه، نعتبر انه قانون ما كان للقضاء قادرا ان يصدره، وهم القائمون على العدل وصدانته ورجاله. فالعداله تقتضي ان يكون عادلا مع نفسه قبل ان يكون عادلا مع الغير، لا ان يفتدي لنفسه اختصاصات وصلاحيات لم يقم بها قانون القضاء، بل انها بكل اسف تؤثر بالسلب على العداله تاثيرا سلبيا جدا، لان استغلال القضاء لا يتاتى باستغلال القاضي وحده، وانما كذلك بحريه المحامي التامه على مباشرته لمأموريته ولرسالته. فالقانون ينص، قانون المحاماه ينص، المحامي حر تماما في خطه الدفاع التي يتبناها، وليس لاحد معقب عليه الا ضميره والقانون. فكيف يمكن لقاض هناك حساسية لديه، أو أنه مفرط في الحساسية، مفرط في تنظيم الجلسة، نفسيته في يوم ما ليست على المستوى العام، بينه وبين المحامي خلاف في رأي أو خلف في ود، فيحاول أن يتعقب للمحامي أو يحاول أن يتمسك بلفظ أو حركة أو إشارة ظهرت منه، فيعتبرها أنها إهانة للمحكمة أو إهانة لغيرها أو تمثل جريمة من جرائم القانون، فيقبض عليه ويودعه في القفص ثم يحبسه بعد ذلك. ذلك يجعل المحامي أقل قدرا من موكله، ويجعل صون الحقوق والحريات في مصر معرض لزلزال خطير جدا ولهزة لا وجود لها. وأنا أعتقد أن تلك كبوة أو نزوة يمكن جدا للقضاء أن يتخلصوا، خاصة أن المحامين يعني في الغالب الأعظم منهم كان مع استقلال القضاء وكان مع وقفاتهم اختلط دمه بدمه واختلط صوته بصوتهم، بل بح أصوات المحامين في المناداة باستقلال القضاء، لأن ذلك يؤثر على المحامي بالإيجاب وعلى عمله بالإيجاب، ولا يمكن إطلاقا إلا أن يكون لصالحه. أما أن يأتي الآن ليضع في القانون نصا غريبا عليه نشازا فيه شاذا، فذلك ما لا يمكن أن يقتضيه المحامي. ونحن نتأبى أن يقف المحامون والقضاة وجها لوجه، بل يجب أن يكونوا دائما يدا واحدة، لأن القانون ومعهد الدرس والذي ضمه والمحاماة وقاعة المحاكم هي التي تجمعهم بعد ذلك. واحترام القاضي لا يقوم إلا إذا قام المحامي له أولا في بداية الجلسة، وإلا إذا احترمه المحامي يقوم من بعده الجمهور. فتلك مسألة معروفة، ونأمل تماما أن تنقشع سحابة الصيف تلك وأن تنتهي على خير إن شاء الله، وأن نعبرها بسلام، وأن يغض الطرف القضاء عن هذا النصر.